keeper, played it out to him. كده زي ما انتم شايفين بعد ما خدتهم في حدود 6 دقايق على الرخامه، كل ما نعمنا العجين كل ما اداني النتائج افضل. بعد ما نعمت العجين كويس بنبدا كده نديله تزييده زيت بسيطه، يعني ممكن في حدود كده معلقه زيت، بنشربه الزيت كويس وبعد كده بنكوره كوره وبنسيبه يرتاح لمده 3 4 دقايق او ممكن 5 دقايق. اول بس ما العجين يعني يبدا كده تمشي في الخميره ان شاء الله كده بيكون جاهز معايا. وتعالوا دلوقتي بعد ما سبت العجين بتاعي ارتاح بنبدا كده ننزل بيه على الرخامه. طبعا الرخامه بتكون متزيته بحاجه بسيطه جدا من الزيت، بنبدا كده نقصده طوق وبعد كده بنقصده حتت صغيره
طبعا الحجم الرغيف زي ما احنا عايزين، دي حاجه احنا بنتحكم فيها براحتنا. انا دلوقتي مقطع اللقمه يعني في حدود 40